لو الحكاية فيها إن فيتو بنها كليتي ايه رأيك في اتحاد الطلاب؟ مش شايف اتحاد الطلاب ليه؟ مش حاسس بيه. واتحاد الطلاب مصر برضه مش حاسس، بس احنا عندنا بنها يعني توصف الناس دي بإيه يعني؟ توصفهمش بحاجة، شايفهم ان هم فاشلين في أدائهم؟ فاشلين. تفتكر ان الفشل ده نابع من الجامعة فيها عنف ولا هم ما حاولوش يعملوا حاجة؟ لا هو احنا عندنا الجامعة فشل، مفيهاش يعني مفيهاش القلق اللي بيحصل في الجامعة، بس هم مقصرين في حاجات كتير. انتوا رئيس جامعتكم رئيس اتحاد طلبة جامعتكم بتشوفوه؟ لا انا بشوفه عشان انا في نشاط طلابي يعني، فالاحتكاك بيهم كتير يعني. كلية يا طه؟ جامعة المنيا؟ ايه رايك في اتحاد الطلاب يا طه عندكم في الجامعة؟ عملتوا ايه السنة دي وانت رايك فيه؟ انا اعتقد يعني ان هو افشل اتحاد حصل يعني، لان هو ما عملش اي حاجه. ليه؟ كانت ماسكه تشكيله الاخوان ومن بعض العناصر الثانيه اللي هي مش زي اخوان، بس ف اعتقد ان هو ما عملش اي حاجه خالص. اتحاد طلاب مصر بوجه عام رايك فيه؟ يعني نفس النظام، هو اتحاد الصغير ما دام ما عملش اتحاد طالب نشاط؟ انا؟ نشاط ايه؟ عملت انت نشاطك السنه دي؟ لقيت حد دعاك ليه؟ فكرت ما فيش اي مسابقات تمت؟ امراه كيف المهرجان اللي انت فيه ده؟ يعني هو كويس بس عايز تنزل شويه. مش منظم. اقتراحاتك ايه اللي تم بعد كده؟ يبقى على الاقل يعني يبقى في تنظيم كويس كده. نفسك تبقى في اتحاد طلاب جديد في الترم الثاني ولا ده ان الناس دي زي لا زي ما هي؟ مستوى في اتحاد جديد شكل جدا. ابراهيم لسه اتحاد طلاب كليه حسابات معلومات جامعه حلوان. ايه رايك يا اسلام في اتحاد طلبه السنه دي عندك في الجامعه؟ وانت كرئيس اتحاد عملت ايه؟ انا كرئيس اتحاد مهمه الاتحاد اولا مش بتبقى انشطه مش مقتصره على الانشطه فقط، مهمه الاتحاد ان انت تشوف مشاكل الطلبه وتحاول تحلها بقدر الامكان. ديت في المقام الاول، ثم الانشطه ديت يعني في المقام الاخير بعد مشاكل الطلبه، لما الطالب يبقى عنده مشكله وتتحل دي هيستفيد بيها اكتر من النشاط. دي حاجه بالنسبه لاتحاد طلاب الجامعه. انا عندي اتحاد طلاب الجامعه، كان رئيس اتحاد طلاب الجامعه ده اخوان وربنا كرمه يعني، الراجل اتخرج ربنا كرمه الراجل واتخرج من الجامعه يعني، المفروض هو دلوقتي بره الجامعه. رئيس الاتحاد المعظم المبجل بينزل الجامعه عشان خاطر يعمل بيانات ضد الانقلاب، وسايب الطلبه بتتمرمط في المدينه الجامعيه. الطلبه الاف مؤلفه من عندنا في المنيا، بتيجي من الشرقيه ومن البحيره من اسكندريه من اخر الدنيا، ناس ما تعرفش اي حاجه في المنيا، طلبه سنه اولى وبيتمرمطوا وبنات واولاد، وبيقعدوا يعيطوا في مكتب النائب وبشوفهم بعيني. والسيد رئيس اتحاد الجامعه مش فارق معاه اي حاجه من الكلام ده كله، كل اللي فارق معاه انه ينزل يعمل بيانات ضد الانقلاب. هو طالب رئيس اتحاد الجامعه اتخرج ولا لسه طالب؟ اتخرج، المفروض هو سنه امتياز، سنه امتياز هندسه، امتياز اسنان، هو دلوقتي بقى بره الجامعه مش على قيد الجامعه. المفروض كانت المتوقع ان اتحاد الجامعه هيعمل هيفوت حد قائم باعمال لرئيس الاتحاد لحين انتخاب الاتحاد الجديد. ده ما حصلش طبعا، من اتحاد الجامعه عامه اللي هم اصحابي اتحاد طلاب جامعه المنيا اللي هم اصحاب الاعضاء المتبقيين فيه، مفيش اي حد فيهم بيسال في اي نشاط اي طالب، مفيش نشاط اتعمل باسم اتحاد طلاب جامعه المنيا من بدايه السنه دي، من بدايه سنه 2014 لحد حتى الان، ولا نشاط ولا نشاط نهائي ولا بوستر ولا اي حاجه، ولا حتى حفله استقبال اتعملت للطلبه ولا اي حاجه. ده بالنسبه لاتحاد طلاب الجامعه. بالنسبه لاتحاد طلاب مصر، انا مش هقول عليه غير انه اتحاد فاشل، يرأسه محمد بدران طبعا. اتحاد رضي ان الطلبه تهان، الطلبه تعتقل، الطلبه تسجن، الطلبه تفصل من غير ما يتدخل في حق اي طالب. كل اللي بنشوفه من محمد بدران هو شو اعلامي، ان هو بيطلع بيان رئيس اتحاد طلاب مصر مش عارف بيعمل ايه، رئيس اتحاد طلاب مصر مش عارف بيعمل ايه، عمل ايه للطلبه اللي اعتقلت. ايا كانت انتماءاتهم السياسيه، انا راجل انا ضد الاخوان عامه، بس انا طالب ده وظيفته هو جوه الجامعه عندي، ده طالب من مسؤول، انا كرئيس اتحاد هو مسؤول مني طول ما هو جوه الجامعه، واجب ان انا اتحاد طلاب مصر ما فيش حد من اتحاد طلاب مصر عامه سال في الطلبه دي ايه اللي عمل اتحاد طلاب مصر. انت سايبك بس كده عشان تشرب. انت عايز ايه في الترم الثاني؟ عايز اتحاد طلاب مصر ده كله يتشال. مش المفروض كان يتم انتخابات؟ ده المفروض، المفروض الانتخابات بتتم في الاسبوع الثاني، الاسبوع الثاني من الدراسه، الاسبوع الثامن من الدراسه. المفروض الانتخابات دي ما تمتش ليه؟ اعتقد ان هي مش هتتم. ليه؟ دي بقى الله اعلم. دي عندك اسباب يعني ولا دي يسال عنها اتحاد طلاب مصر؟ يعني انت تعرف حاجه مثلا؟
لا ما اعرفش حاجه، بس يسال عنها اتحاد طلاب مصر ليه ما ف... ايه السبب اللي مأجل اللائحه بتاعه الاتحاد الجديده حتى الان؟ اللجنه دي بتعمل ايه؟ بتشكل دستور مثلا عشان خاطر تطلعه للطلبه؟ الدستور خلص اللي اتعمل في مصر مثلا اخذ شهر شهرين خلص الدستور والناس صوتت عليه مثلا. ايه لائحه اتحاد طلاب مصر عشان تخلص ليه حتى الان من بدايه الترم؟ ولا ان هم في لجنه مشكله لهيكله التعديل اللائحه والكلام ده كله؟ ليه ما خلصتش لحد دلوقتي؟ وصلوا لحد فين؟ الناس اللي هم مفوضين ان هم يظبطوا اللائحه ما فيش اي حاجه اتعملت في الجامعه ولا ورشه اتعمل حتى. رايك في اتحاد طلاب؟ اتحاد طلاب عامة في جامعة وكل كلية بيختلف عن كلية عن جامعة عن اتحاد طلاب مصر. احنا عندنا ككيان في كلية الطب البشري، انا راضي عن اتحاد الطلاب، انا كمان عضو في اتحاد الطلبة بتاع كلية الطب البشري، انا راضي عنه كليا. انما حتة الجامعة مفيش فيه تعاون او مفيش فيه انشطة لغاية دلوقتي في الجامعة في اتحاد الطلاب، مفيش فيه تعاون او انشطة ما بين اتحاد طلاب مصر السنة اللي فاتت او ممكن السنة دي او ممكن تقول عشان السنتين مفتوحين على بعض، اصلا مش هيبقى في انتخابات، فممكن تلاقي تحس ان الناس زهقت، تحس ان برضه في جزء كبير دخل في السياسة، ممكن يكون بعد كتير عن مطلبهم. هو اهم حاجة ان هو الاتحاد اصلا تعريفه ان هو الجهة المسؤولة عن الطالب، التعبير عن الطالب. انت ايه رأيك في اتحاد طلاب مصر؟ انا قلت انا لغايه دلوقتي انا ما شفتش منه حاجه بالنسبه لي، انا ما اقدرش احكم على حاجه انا ما شفتهاش. اتحاد طلاب مصر ما عبرش خالص عننا، ما يعني مش حصل منا تعاون، انا ما شفتش تعاون. انا يمكن رئيس الاتحاد بتاعنا انا اعرفه شخصيا جدا، ما حصلش تعاون ما بيننا خالص في اي حاجه من الحاجات. اللي انت عايزه في اللي انت عايزه في الترم الثاني؟ انا عاوز يبقى في مثلا يعني كان في حصل عندنا حاجه اسمها اتحاد طلاب طب جمهورية مصر العربية. حصل الموضوع دوت اتعمل في اسكندرية، حصل انتخبوا رئيس وكده، بس بعد كده ما سمعناش أي حاجة عنه. يعني هو اسمع عملوا مهرجان كبير وشو عليهم وكده، بس ما فيش حصل تعاون بعد كده. المفروض يبقى في تعاون، التعاون ما حصلش. طب ليه احنا مش ممكن عن طريق اتحاد طلاب مصر نعمل تعاون ما بين الجامعات كلها عن طريق ان احنا نعمل أنشطة متعاونة بحيث ان نلمس فيها التعاون دوت؟ انا لغايه دلوقتي مثلا انا ما اعرفش ليا اصحاب ولا في جامعه عين شمس ولا في جامعه القاهره ولا في جامعه المنصوره ولا كده، بسبب ان رئيس اتحاد طلاب مصر كل همه مثلا يكون يخش الدستور او يضع حاجه في الدستور، كل همه مثلا حاجه كذا او حاجه كذا، مش همه مثلا ان هو الحاجه الاساسيه ان احنا يبقى في تعاون ما بيننا، يبقى في نشاط ملموس بحيث الناس كلها تلمسه، الطلاب كلها يلمسوه بين الجامعات، مش بعيد عن السياسه. انا ما بتكلمش الطالب مهما كان مش لازم يكون يدخل في السياسه عشان يقول ان هو بقى ايه اتحاد، لا الاتحاد لازم يعرفنا ان احنا كلنا نتجمع ونعمل انشطه تفيدنا احنا مش وتفيد برضه ايه البلد. انت رايك في الاتحاد الحالي بقى له سنتين موجود او سنه ونص ولم يتم اجراء انتخابات، تعليق؟ هو ده ممكن يكون دي حاجه سلبيه كبيره جدا، لان في طبعا حضرتك انت عارف ان في ناس اتخرجت، فبالتالي يعني مثلا رئيس اتحاد طلاب مصر تقريبا المفروض يكون متخرج اصلا، وانت عارف في قرار طلع اصلا ان الجميع الخريجين كلهم يفصلوا من الاتحاد، في ناس فصلت وفي ناس ما اتفصلتش. ممكن تلاقي تحس ان في رجاله في الاتحاد بقى، لان الناس اللي عارفه نفسها حاسه ان هي خلاص بتبص بقى ايه لحياتها بعد كده، فبالتالي مش مدي تركيز للاتحاد بتاعهم، ده ممكن يكون سبب من الاسباب، فده حاجه سلبيه مش حاجه ايجابيه.